très 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 compliqué parce que قال لك بالعامة يقولوا اللي عدوا الحنش يولي يخاف من الحبل. كانت عندنا تجربة وين المال تاعنا ضاع، قال التركيب ما التركيب تركيب ما التركيب، واحد وحده ضيع علينا فايت 3 ملاير و500 مليون دولار، لا تركيب ولا يحزنون. تركيب تاع السيارات لازم يسمح لك الدخول في الصناعة حقيقية، في بناء صناعة اللي تخلق المحرك وبعض الأدوات تاع السيارة وتاع المناولة، تطلب منك الإدماج بدائي يكون 30%. لما تركب سيارة مدمجة 30-40% راك نجحت خلاص نجحت. اليوم بنوماتيك رانا ننجوه الحمد لله، خصنا نوصلوا لحاجة أخرى، توسكي بلاستيك توسكي ماروكينري توسكي كذا، تما تقول باللي راني نركب. أما تجيبها مركبة كلكو تور دو تورنفيس ولا كليا مولات وتقول هذه سيارة، ماهيش سيارتك، هذا شراء مقنع. الشراء المقنع اللي يخلي السيارة المركبة هنا أغلى من السيارة المستوردة كاملة. ماهوش تصنيع اليوم حتى اكزونيري دامبو، اكزونيري دامبو، اكزونيري تي في ا، اكزونيري دو تي في ا باش السعر يكون رخيص، مما نحاوهاش تي في ا، يحسبوها المواطن اللي يشري لهم يديروها في جيبهم ما يدفعهاش الخزينة. يعني التجربة فاشلة، والتجربة هذه كاين دول أخرى داروها، دول أخرى قريبة اللي ماشي داروا التركيب وداروا هذا، ولكن التركيب كان يعني انكارت فيزيت. احنا الشيء اللي طالبينه تقهقرنا، يفو اريتي لا شوت ونرجعوا للشيء اللي كنا قادرين نديروه هذه 25 سنه.